هاي عدد كبير من الناس بغير المحطة عند الفواصل الإعلانية، وقسم كبير منهم بيحضر هالإعلانات وبيتأثر فيها. مجال الإعلانات تطور كتير عبر السنين، والشركات بترصد ميزانيات عالية لإنتاج الإعلانات وعرضها عبر وسائل الإعلام وعبر الإنترنت. أول إعلان تلفزيوني انعرض بالولايات المتحدة بأول تموز سنة 1941، وكان إعلان لساعة بولوفا نعرض على شاشة WNBT خلال مباريات بيسبول بين بروكلين دودجرز والفيلادلفيا فيليز. سنة 1950 انطلقت فكرة رعاية البرامج من معلنين، فصار المعلن يرعى برنامج بكامله ويظهر المنتج بشكل مباشر وغير مباشر. وسنة 1955 نعرض أول إعلان تلفزيوني بالمملكة المتحدة على شاشة ITV. 1960 كانت NBC المحطة الأولى يلي قسمت برامجها لعدة فواصل إعلانية وسمحت بعرض أكثر من إعلان. مين قال إنه حتى الشركات المعروفة عالمياً تلجأ للدعاية لتذكر المشاهدين فيها وتحافظ على مكانتها؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.